السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عبد الله وعيد من قناة عبد الله اند عيد جيمر. اليوم هنلعب انا وعيد واخونا عمار، هنلعب السيزون 14. في بداية الفيديو حبيت اوريكم الباتل باس، نفس ما انتم شايفين الباتل باس اهو انا ار بي 1 في لون شوت جن وسكن كمان، ويعني هتلاقوها كتير لان الحاجات كتيرة جدا ما اقدرش اوريها لكم كلهم، بس افضل حاجة نزلوها اللي هي رقصة ار بي 20. الصراحة يعني انا شايفها حلوة، اسمها ذا ببجي لايف اللي هي حياة الببجي، كيف بنعمل نفس بنقتل وفيكتوري بقى وكذا. وال 100 سكن اللي هو ار بي 100 شكله برضو حلو، فيلا خلنا نخش على اول جيم هنلعبه. ايش عيد واللي هو عنده رقم 1 2 3 ده هو انا اخدت باند 10 سنين. ايوه عيد اخد باند من اللعبه 10 سنين وبدا بحساب جديد اللي هو العلامه بتاعت الهابي فيس 1 2 3 والارقام ديت. فيلا نخش ولغايه ما يدخلون واللي لعب السيزن ده ويقول انه حلو. انا الصراحة شفته حلو عشان تحديث الاماكن اللي سموك بيطلع لك فيها اللود بجد حلو. ايوه واكترهم بيطلع لك فيهم انتو فور. ايوه بقى سهل يطلع لك انتو فور دلوقتي في المكان. لا واحلى حاجة في كل مكان في واحدة ممكن تلاقي. ايوه كل حد. فهنزل سيرفا. يلا سيرفا. واكتر مكان في من بوشينكي بتلاقي فيها 3 ورقة. ايه رأيكم نروح بدل سيرفان ننزل السكول؟ يلا يلا سكول. يلا سكول جرت. يلا من الممكن يكون ده اخر جيم. جيمات اللي احنا ناخد فيها وقت طويل. ايوه لان الصراحة بقى صعب تلعب مع السيزن والهاكات. بس في بوتات. أيوة. كل الجيم بوتات. لا لا مش كل الجيم، في ناس بيطلعوا فوق الطيارة. اوكي هننزل قلنا سكول. انا خلص العب واحد اللي فوقيه دول بوتات. كل الاوائل دول بوتات. يا شباب الجيم ده بوتات صح؟ انا ما عندي لون الطيارة بيبقى لاج. كان راح ما عرفني كان راح نط على شوتينج رينج. يلا كده التحدي هيبقى حلو اكتر. في بوت نط في نفس الوقت بتاعنا. التحدي ده سهل اذا الاير بيستل او اي حاجه عادي عشان كله. ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت وتعملوا سبسكرايب. كومنت لاي لعبه عايزينها، لاي تحدي زي ما عملنا تحدي اليوم تحدي الاسلحه. من الممكن اعمل لكم تحدي الفيرست بيرسون اللي هو منظورة الشخص الاول. انا اقدر اعمل الجيم ده، بحب انا فيرست بيرسون بالذات مع الشخص ده من السنايبر. ايوه لو قامك مش كويس في الشوت جان والسنايبر تستعمل الفيرست بيرسون. هوريها لكم بس ننزل. يلا نزلنا. بتبقى موجودة جنب الشنطة في الستة هتلاقوها. ايوه موجودة هي FPP. تدوس عليها شوفوا ايدي بانت بس جسمي مش باين. تدوس عليها تاني يرجع لك الشاشه. دي تساعدك في ايش؟ انتو فور يا حظ. ايش هعمل بيك والله حلو. AKM. ممكن نبدل سلاح. ايوه نبدل سلاح او ممكن في التاني ممكن يلحق سلاح من الدروب. حي ولا بوت. انا اصلا مش عارف مكانه. كل الشبكانات مات. وممكن نعمل لكم بدل اول سلاح. ايوه انا هي الحفره الثانيه ما حد يجي. اظن الوريد اللي كان مني بس بطرك شوت دلوقتي. انا بكشف. اوبا هاي
البكات متطورة اصلا فعشان كده. ايوه انواع البكات عادي اقتله. الحمد لله انا اخدت دمج قوي في حقيقي موجود. البكات بقى قويين. لا 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 في حقيقي في البيت الحمد لله ما اخدت. عادي عيد فزعة بيهرب لابد. تلتو اشكر. لا انا لوتها كلها اللي يجي ليكي ما فيها ولا حاجه. اوكي هنروح فين هنروح فين هنروح فين هنروح فين هنروح فين هنروح فين. يلا شوف سيارة واجي لكم. لا محتاج. خلاص خلاص اجيب سيارة واجي. عيد تاخد بيبسي. خد دمك ولا اذا حد يعود نفس القوية اخدها. ممكن نعمل تحدي ما فيه لد. تحدي ما فيه لد ده بقى. ايوه تحدي ده من نفس السيارة. مجال التحدي حلو نعمله في الجيم اللي قبل في المرة الثانية. ايوه لك ايش ايش سبين لعبة سبين. ايوه هات بقى اشوف هنكتب هان باس. ايوه تحدي حلو. اركب 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 زي ما تقولي. وكل واحد لما ناخد عيد نروح على المكان. لا لا ما هنلوي. كل واحد اللي يعمل فيد اللي يطلع لي يلعب بي يعني ممكن يطلع له اسم جي ار. ايوه فان فان فكره حلوه. يلا 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 طلع عبد الله لما ما كان لما ما كان اصور الفيديو ده ايبك فيل. ابغى اللي بطل هصوره الايبك فيل. والله هاخدك يا عيد بعيد جاهز. هلا خلاص بجد 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 والله والله بعمل. لا تعيط انت كمان لموتك بعطيك بالدبور. عبد الله على فكره انا بتحرك عشان بتقول كده هتحرك. طاح طاح ما ليش دخلي لو مت. دلوقتي احنا قررنا ان احنا نروح على الحاويات نشوف لنا يعني اومو اي حاجة لاني انا ما عندي اومو كتير في الايكام معايا بس 39. تعال خد انا ارميلك اكتر عن 50. وصلنا لازم اروح عند التورج لازم الحق. باي يلا. قلت تاني مرة اعمل السيارة ما عاد وقع من شوية بالسيارة هبقى احط لكم اللقطة بتاعتها. هحط لكم اللقطة لما عيد وقع فيها واحنا ماشيين على حاويات. لا دلوقتي انزلها لهم دلوقتي. ولا متكت تعال اعطيك عيد اقوى متكت. لا ما ينفع هو سلاح. طب خدهم مأكد. يلا هاجي بس اشوف السلاح اللي عندي اللي مهيل. يلا جاي. مشكلة في يعني الملفات كانت كبيرة فكان لازم امسح شوية ملفات فمسحت ورجعت لكم. حد معاه ام مؤكد؟ ايوه انا. تعال خد 100 تعال خد 100. يلا جاي. انت بتعرف 100 وانا 100. اعطوهم لي كلهم احسن. يلا جيب جيب يلا اللي بعده. اعطيك 21. لا خلاص يلا السياره. كلهم بوتات اصلا الجيم اكتشفنا ان كل الجيم بوتات. تحت البوت. طب في جيم بوتات حقيقيين
انا في ام تو فور. بالله ام تو فور شباب عايز عبدالله يطلع السيارة. لازم انا فيكتور لازم اخده. انا فيكتور لازم اخده. ليد بوت الثاني ليا يا عيد الله يخليك. سيب لي الثاني عمار. تعبتوا بالسيارة شباب. ايش رايكم تغيير اسلحة مرة واحدة؟ نغير اسلحة مرة. اخذ الديبي. انا عايز اروح للفور اخده. يلا وانا انتو فور يا عيد وين؟ في هناك عند التور. انا اخذ الفور. التور. طب ارمي الانتو فور اللي معاك. يلا شباب هو مش غش عشان احنا يعني كلنا اتفقنا وكلنا هنبدل. فلا حد يكتب في الكومنتات غش. يلا دلوقتي تفعيل فيكتور. يلا انزل على الارض فيكتور. انا الانفور انا ما اعرف مكانه وين. نزل وسط المدينة. ما اعرف. ده ضدنا كتير. يلا يلا بالسيارة. يلا لا بدلنا ضدنا مليون. البتات ما بموت ما بتخير. يعني ممكن نعمل تحدي لك في الزون. ايوه المهم تعالوا فيها شوية بنزين. تعالوا انا بطه. الشباب اللي بيسأل كيف انا بصور من الشاشة اعمل لكم فيديو خاص عن كيف تصوروا شاشة التليفون او الايفون كاملة. اللي عرفوا الهواوي هبقول لكم ونفسه اتوقع السامسونج. يلا اما دام انا فيكتور وقف. يلا عيد يلا. بعدين تفجرنا. دخان. ايوه دخان. ايش دخان طيرة؟ ايوه ما لا طيرة. لا عادية. انت ملقلق. لا انا عندي طيرة. بس في مشاكل كثيرة بتحصل مع تصوير الشاشة انه اللاج. انا حاليا ملقلق بس الشاشة عندكم يعني لعب عادي. ما فيش مشكلة. لما نشوف ايش بقى تطور السيارة. ايوه. انا عندي دلوقتي ملقلق وانا بصور لكم بس باين عندكم الشاشه عاديه. لا البنزين ما بيخلص. هي دي المشكله. البنزين هيخلص. تعالوا نوقف هنا. دوروا على بنزين لو ليه. محطه بنزين. يلا صرنا محطه بنزين. اذا لا بنزين هنا يبقى حظنا. بعدين محطه بنزين. لا مش محطه بنزين. لا ما. يلا امشوا رجلين. طب ينفع نبدل ولا خلاص؟ لا ما فكرت ام فور. قلت الفحل بس كان ما نبدل. لا خلاص ما نروح. ادي فان بس الثاني. حد مع سكوب حلو المتوفر. عايز سكوب فور. تعال يلا تعال واديك سكوب ثلاثة. عايز سكوب ثلاثة. في دروب نازل. في دروب نازل اللي يلحق السلاح يلحق. يلا ارمي لك. خد عندنا احنا ما اعرف بس يمكن ينزل عندنا. صح هينزل عندنا. والله امشي وراها. امشي وراها اسرع عندنا. ما شاء الله امشي. فكرها فكرت شرير يا اخي. لا الدروب يكون اي حد. الله بعيد. امشوا. تن تن تن. يلا فكر بعد عشان الحق. لقيت سيارة. لقيت سيارة. خدها لازم باقي. انا ما اخذ الدروب. هروح اجيب سيارة باربعة واجي لكم بعيدة شوية. انا ما عايز الدروب اصلا. روح انت الدروب. لا عشان نروح كلنا هجيب سيارة باربعة. لا ما عايز حاجة من حتى لو نروح كلنا سيارة باربعة اجيبها. عملت علامة عليها. اوكي يعني. واتم تكتب. انا اكيد رايح على الدروب. انا رايح عند عبد الله. الدروب قريب. ايوه قريب. اوضه بعد 500 متر. يلا اركب. تين. ركبني انا الاول. انا فيكتور. اركب. هو دب. يلا انت. انا عايز اجيبهم. انا فيكتور. يلا طفوه. يلا يا فيكتور. فيكتور عذر الله. يلا يا حبيبي. يلا يا
اخد حاجه من الدروب. انا جبت الحقيقه ما هعلمكم حركه. انا ما شفتش. يلا يلا بالمره يلا. لا كنت اركب باي عبر بوصل الدروب. قلتك يا عبد الله ما في اما اللي يجي انا اخذ الحاجات دولت بالضبط. انا قلت ما اخذ حاجه. انا بقيت كل ليفل 3 الا الخوذة. السياره عادي مش انا اقنص من فوق. عايز احاول اوقعك تموت معايا قنبله ما عندي. انا معايا 3. انا طب الجيم شكله هيطول نعمل ايش؟ غريبة لما تخش جيم حقيقي على جيم حقيقيين على طول اول ما تنزل يبقى ضدك واحد. لما تخش جيم بوتات كل لما تخش جيم بوتات ما في حد يموت الا انت اللي بتقتل. هيد شوت كل انا ليه؟ يا ريت كده بس 10 ناس حقيقيين يفضل اخر الناس احنا وهم. كلي كلي طربت هيدشوتات. انت في حد امو اكل ام 7 الله خذ ليفل 3 فين ما في حد. ايش دلوقتي نسيب بعض كل واحد يروح التبعيد على الثاني. انا اخذ السياره. انا اروح على الجزار لوحدي. انا اخذ السياره. يلا شباب وقربنا على الزون دلوقتي. خلاص انا وعيد هندخله. عيد في دروب لي انا وانت اوكي. عمار اخذ له دروب. خلاص الدروب الجاي لي انا وعيد. انا اخذ في الدار. يلا عيد نزل في النص. انا في الدار. ايوه في بعض البتات بيبقى معاهم جروزر. ايوه جروزر. عمار ما تروح الدروب. انا مش رايح قرب ينزل. او في دروبات بتنزل في الميه. انا يوم ليش ده بتروب في الميه. انا في الزون. انا رحت هو انا الدروب اختفى لكن هناك افضل ماشي هناك ولا ايه. ليه عندي احساس ان عمار راح الدروب؟ لا انا انا قربت على الدروب. وصلت له. ليت ناس في ناس قدامي يا عيد عمار. انا كمان في ناس قدامي. عجبش بالدروب. تعال عبد الله بكلي. لا انا ما عايز اوكي. لا ما ينفع. عبد الله عايز واحد حي. واحد حي بيجري بسرعه. ما عايز اوكي ياخد تلته. خليت ام 4 ما اخده. دكاتي مات. انا ليت 4 ما ينفع. قربنا تعال خدني عيد. مش انا. لا مش انا ولا عيد. شريت خبط. يمكن هو خبط. يمكن عشان انت خبط. يمكن شرير بتخطخ. لا انت ولا هو جبتي. جايين علي علش بعدين ندعس عن برا. تعال خدني عبر عند البيت. عيد تعال خدني. يلا يلا قنص عليهم وانت سوق وانا هاجي وراكم. احنا قطع. انا فحط بس الظن. يعني اذا عايز تقتل اقتل. يلا there can be only one winner. let's go. ادخلك في الظن يا عبد الله. عادي ما انا جنبيك. عيد واحد وقف ارجع لورا. ابعد سواقه. شيل سواقه. ابدا السواقه.
يلا وديك عنه. لا تقتل كلنا، انا اللي ليت. لا حد يقتل، وين الله؟ لا حد يقتل، وينه؟ واش طا بقى ناس ليلين؟ ايش فيه؟ اقرا عيد، اركض اخوي عظيم، اركض الطيارة معايا. لا انا همشي رجلي. نخش بالسكواد. ما البطاط ما يطلع بالعين يعني يطلع. انا رجعت الدروب الثاني. انا قلت على ناس هو اصلا في حد. ما في حد بس نحن ستة. انا ما لاقي حد. انا برجع في نفس الحته اللي احنا فيها. اوه في سلم. انا اروح فين؟ فين؟ اه دخلت الدار حولي. في ناس يا عمر، في ناس دمكته هيد شوت. الزر صغير كذا اعرف ان لا بنزل خالص. جبت تريك شوت، اللي شاف الحركه يحط لايك. في دروب. انا ما عاد دروب. لا انا ام تو 4 هلعب الجيم كامله. لا انا اللي جبتها. شكلي حاولت اخلي البوتات ما يبوت بنظليه بالزود يفر والهيئه. لا لا انا تنوم. الناس بتخطخوا على الدروب. مين اللي الصاحب كلكم؟ واو الدروب. يلا في ناس. عمار خدني. لا عمار يلا فجر لك كاوتشك. عمار حي حي حي. أوه. ايه عيد حي. يلا ضدنا واحد. لا اطلع يلا نرقص. يلا نرقص شباب. اخر واحد حل حل. اوكي حل او ايد. حل لا لا حل او ايد يعني يبقى ايد يعني تقدر كمان عصايه ودير كله. يلا نحن يمكن يموت في الزون دي اكيد. مش يمكن أكيد. لا ما ينفع. مش يمكن اكيد. انا هرقص. ما ينفع. ما ينفع. مش هو فتح دروب ممكن يخف. لا مش دروب. ايش اقدر باسلحته ونلعب بس حلة. يلا يلا حله او ايد. ايه ما اسلح بالايد. عمار ايه باسلحتك كلها الا الهيل اللي يكون هاكر. انا رميت هيل اخذ بس مكيت اللي يقول. يلا يا شباب هجوم. لا حله او ايد. انا رميت كمان سكن فيكتور. يلا شباب. لا انا مهر مسكني السكن ده قرر. لا ما ينفع. هو دي اصلا هيموت في الزون وانا متاكد. هاي المتكسر. انا حتى متاكد. شلت قلدي يا عبد الله. شلت قلدي. ليتو ليتو. قالك وين؟ ما توقعش. ايوه حي حي. اهجم عليه. اهجموا. يلا نهجم. يلا يا عبد الله. استنوني. يلا هجوم. هو يعيد. بالله استنوني. بالله عبد الله استنى. اف بي اي اوبن ذا دور. كيف بضربته شباب؟ هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى تحطوا اللايك والشير والكومنت السبسكرايب واكتبوا لنا اي لعبه عايزينها واي تحدي. ومع السلامه.